مشاهدينا متابعينا عبر شبكة الفارس العالمي، وما زلنا مستمرين عبر تغطيتنا لكافة بطولات الحواري على مستوى المنطقة، والذي نصل فيها لهذا اليوم عن دورة أبناء محافظة القنفذة تحت تنظيم شباب قبيلة مباريتي سيتي بويز وبين برشلونة. انتهى الشوط الأول بتفوق سيتي بويز بهدفين مقابل لا شيء لفريق برشلونة، ولنشاهد ردة فعل الجماهير الحاضرة لهذا اللقاء الكبير، ولناخذ بعض ردود أفعال الجماهير الحاضرة. إذا معنا أول مشجع لهذا اليوم وهو موسى العمري. موسى العمري، أول شيء ما هو انطباعك عن المباراة الختامية لهذا اليوم؟ والله كان المستوى جيد، وكان في ضغط من فريق سيتي بويز مع الفريق الثاني برشلونة، بس إن شاء الله الفوز لسيتي بويز. هدفين، ما هي توقعاتك للشوط الثاني؟ هدفين، هل هي مطمئنة لفريق سيتي بويز؟ بإذن الله إذا قفل الدفاع إن شاء الله بيفوزون، والهدف الثاني عجبني حق خوي السلطان. كم النتيجة الختامية تتوقعها لهذا اليوم؟ ممكن 3-0. لمين؟ لسيتي بويز. ما يشكل خطورة فريق برشلونة؟ بإذن الله لا. بإذن الله لا. هذا يعني نشكر حضوركم مساء العمري. خليك حبيبي، مشكور ومشكور على التغطية الحلوة اللي سويتوها وشركة الفارس العالمية، الله يوفقكم إن شاء الله. يعطيك العافية. إذا ما زلنا مستمرين بتغطيتنا، ولناخذ بعض الجماهير الأخرى. يقف بجانبي هاني الشهراني الحارس العملاق، نرحب فيك حقيقة على عبر شبكة الفارس العالمي. الله يبقيك ويسلم ذلك. شما انطباعك على المباراة النهائية لهذا اليوم؟ الحمد لله مباراة ممتازة إن شاء الله، والله يعطيهم العافية إن شاء الله. ما توقع أن يفوز في هذه المباراة برشلونة ولا سيتي بويز؟ لا احنا مع السيتي اليوم. مع السيتي؟ مع السيتي. طيب هدفين، ايش كيف شفتهم اليوم؟ والله كلها غلطات، ما بذكر اهداف المتعة. توقع برشلونة يعود في الشوط الثاني؟ لا والله ما اتوقع. كم المباراة النهائية النتيجة؟ نقول 3-0 اتوقع. 3 بس حلوين؟ 3، الثالث ممكن برضه يجي غلطات لان كل الحراس غلطانين كلهم. وانت كحارس طيب تصدم هذول الكرات ولا؟ مو مسألة انا حارس عيب على الناس، بس اقول فيها اهداف غلطات يا اخي، حراس على اليمين جت فيهم اهداف غلطات يا اخي. يعطيك العافية هان، مشرة اخرى. إذا ما زلنا مستمرين لنشاهد تغطيتنا الأخرى. إذا معنا زياد الفارس، ونحن عبر شبكة الفارس العالمي، نرحب فيك عبر شبكة الفارس العالمي. الله يحييكم. طيب مباراة النهائية برشلونة وسيتي بويز، ما هو انطباعك على هذه المباراة؟ والله كانت مباراة حلوة وجميلة، وكان فيه تنافس حلو، وإن شاء الله تنتهي بحبية والحكم يكون أفضل من كذا. من هو الأقرب لهذه المباراة؟ والله شوف السيتي أقرب. إيه بس أتمناها للبرشا. الشوط الثاني ماذا توقعاتك لنتيجة المباراة؟ إن شاء الله يشدون حيلهم يقلبونها. يعني برشلوني؟ إيه. يتوقع برشلونة يعود الشوط الثاني؟ لا ما أتوقعها، بس أتمناها. أتوقعها للسيتي. كم النتيجة النهائية تتوقعها لهذه المباراة؟ يمكن يا 2-1 أو 3-0. طيب هل تتابع شبكة الفارس العالمي؟ والله للأسف. طيب احنا شبكة الفارس العالمي ندعوك لحضورنا وتشاهدنا وتتابعنا وشاهد هذا اللقاء تخصيصا لك عند شبكة الفارس العالمي. ان شاء الله. يعطيك العافية. معي الآن خالد حمد أحد الجماهير الحاضرة لهذه المباراة. يعني مباراة يعني نقول ما دفت الجمهور، وأشوفك تشرب الشاي لحد الحين، هي يعني مباراة باردة؟ والله صراحة مباراة ساخنة، ترى مباراة ساخنة، بس ترى أتوقع أنها من طرف واحد. من هو، سيتي بويز ولا برشلونة؟ السيتي. كم تتوقع السيتي يسجل الشوط الثاني؟ أنا أتوقعها 3-1. 3-1؟ 3-1. برشلونة ما بقوي وممكن يعود في الشوط الثاني؟ قوي، بس ما أقول لك يعني، لأن السيتي عنده تبديلات أقوى من البلوز. يعني نبارك من الحان سيتي بويز؟ نقول إن شاء الله. يعطيك العافية ونرحب بك عبر شبكة الفارس العالمي. إذن بهذا اللقاء نختم لقاءتنا مع الجماهير الحاضرة، ونعود مباشرة للشوط الثاني ولنشاهد ماذا سيحدث بين فريق برشلونة وبين سيتي بويز، لنشاهد ماذا يحدث في الشوط الثاني، ولنا عودة مرة أخرى مع الجماهير الحاضرة. تفضلوا.